بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في موسمه الجديد. الحقيقه الناس سعيد جدا بكل الرسائل اللي بتجينا على صفحتنا على الفيسبوك، وبنعتبرها دي موضوعاتنا احنا الشخصيه، كل واحد فينا انا وفريق العمل من زملائي في الاعداد بنعتبر كل الرساله دي خاصه بينا احنا شخصيا، ومهتمين جدا ان احنا نحلها ان شاء الله. افكركم احنا مهتمين او نقدم خدمات خاصه بالعلاج لغير القادرين، عمليات الميه البيضاء، بنقدم مشروعات صغيرة، بنقدم أطراف صناعية ألمانية جيدة حضراتكم، بنقدم أكشاك برضو مشروعات صغيرة، بنوصل مية، بنسقف بيوت، شغالين في موضوع الإفراج عن الغارمين والغارمات، بنجهز عرايس، ويعني بأي عدد الحمد لله ربنا بيكرمنا الحمد لله، بالاشتراك مع أهل الخير اللي بيشتغلوا معنا، بنعمل عمليات للأطفال والكبار مع دكاترة كبار، وكل يوم بيجينا متبرع جديد من دكتور كبير عاوز يشتغل معنا. أهل الخير في مصر كتير ما بيندهوش، طول ما الخير موجود بلا حدود إن شاء الله. واحد من الناس هو واحد منهم يسمع شكواهم ويلبي احتياجاتهم من خلال قنوات التواصل التي تعمل على مدار الساعة، سواء صفحات السوشيال ميديا أو أرقام الهواتف. فعلى صفحة البرنامج وصلتنا رسالة من السيدة إيمان أحمد تقول فيها إن عندها 3 أولاد معاقين وتحتاج لمشروع يساعدها في الدخل، وبفضل الله وبالتعاون مع جمعية الأرمان تم توفير المشروع لها. أم الثلاث أولاد احتياجات خاصة، والحمد لله رب العالمين ربنا قدرنا وكمل تعليمهم، وعندي ابني مجدي أحمد فؤاد داخل أولى جامعة السنة دي. طبعا ولادي قاعدين في البيت، حاولت أفتح لهم محل علشان يعني يحسوا بقيمتهم شوية، وتواصلت على الصفحة وتقبل مني الحمد لله رب العالمين، وهم جابوا لي البضاعة اللي ربنا قدرهم عليها. احنا النهاردة في عين السيرة عند أستاذ أحمد ومدام إيمان. الحالة دي قدمت في برنامج واحد من الناس، الحالة جات لنا الأرمان ونزلنا عملنا عليها بحث ميداني، تبين لينا وطرح لينا ان الحالة عم أحمد فعلا كان شغال خراط ميكانيكي، وهو دلوقتي على المعاش، عنده 3 أولاد كلهم خريجين جامعات. فالحمد لله ربنا أكرمنا وقدرنا، والنهاردة جبنا لهم المشروع، والنهاردة بنسلمهم المشروع إن شاء الله. طبعا جمعية الأرمان في تواصل على طول مع برنامج واحد من الناس مع دكتور عمرو الليسي، وإن شاء الله خير بإذن الله إن شاء الله. كما وصلتنا رسالة من السيد عوض متولي يطلب فيها المساعدة لإجراء عملية مياه بيضاء بعينه اليمنى. والله أنا بشتكي من عيني اليمين ديت بقى لفترة طويلة قوي، وما بشوفش بقى بالليل ولا بشوف أعمل حاجة منها. فأنا كتبت في صفحة واحد من الناس الدكتور عمرو الليسي، ربنا يجزيه خير يا رب. ما كنتش متوقع ان هو يحولني بالسرعه دي بصراحه. حولني على مركز الرعايه البصريه الدكتور محمد عبد الحميد، ربنا يجازيه خير. ناس قابلونا مقابله كويسه واهتموا بينا وكشفوا علينا وشافوا، وقرر ان فعلا نحتاج ازاله الميه البيضاء من العين وزرع عدسه. الكلام ده كان من اسبوع، النهارده جيت عشان اعمل العمليه. كما أرسلت لنا ابنة السيدة غندورة رسالة تطلب فيها إجراء عملية مياه بيضاء لوالدتها، وبفضل الله قام البرنامج بالتعاون مع مركز الرعاية البصرية في إجراء العمليات لهم. ابني بعت على الصفحة بتاعت واحد من الناس، أنا عايزة أعمل عملية في عينيا الاثنين، عملية مياه بيضاء وزرع عدس. الحمد لله البرنامج حولني على الرعاية البصرية الدكتور محمد عبد الحميد. جاية النهاردة أعملها إن شاء الله، أعمل النهاردة واحدة وبعد كده ربنا يسهل عملية تانية. أنا كان صعب إن أنا أعمل عملية، سألت عليها برة فقالت العملية لوحدها ب 10,000 جنيه، وأنا ظروف ما تسمحش،
ان انا اعمل عملية. بشكر مركز من الرعاية البصرية وواحد من الناس. النهاردة الحمد لله قدرنا بالتعاون مع برنامج واحد من الناس الدكتور عمرو الريسي ومركز الرعاية البصرية للعيون دكتور محمد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة ان احنا نقدم خدمة يعني في ازالة مياه بيضاء، عمليتين ازالة مياه بيضاء وزرع عدسة لعدد من الحالات المحولة من خلال برنامج واحد من الناس. والحمد لله العمليات بتاعتهم عدت على خير وبسلامة، ان شاء الله مستمرين يعني في تقديم الخدمة ونأمل تقديم عدد اكبر خدمات اكتر لعدد اكبر من المرضى من خلال صفحة البرنامج وبالتعاون مع مركز الرعاية البصرية. كما أرسل لنا كل من الأستاذ يوسف أحمد رجب والأستاذ أحمد نصر الله طلبة والسيدة الصبرة عبد الحميد والسيدة سلوى رمضان رسائل على صفحة البرنامج يطلبون فيها كراسي متحركة تساعدهم على الحركة، وبالفعل قام البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الجود في توفير الكراسي المتحركة لهم. اتواصلت مع واحد من الناس من على الفيس، محتاجة مفصل وعملية تجميل في رجلي اليمين وزرع وتر ودراعي مبتور، وجيت النهاردة عشان استلم الكرسي. تواصلت مع برنامج واحد من الناس، بعت رسالة وهم استجابوا لي، وتواصلت مع مؤسسة جود والنهاردة بيسلموني كرسي متحرك عشان أنا عندي ضمور في العضلات. والحمد لله ربنا يخلينا الدكتور عمرو الليسي ومؤسسة جود، وألف شكر لكل من سعى لفعل الخير. أنا تواصلت مع برنامج واحد من الناس، بعت رسالتي وهم الناس ما تأخروش عني، وأنا طلبت كرسي متحرك عشان أنا عندي ضمور نخاع شوكي أو ضمور عضلات، فطلبت كرسي إن أنا أستلم كرسي علشان أمشي به في البيت أو في أي مكان، والناس ما تأثروش معايا سلموني الكرسي النهاردة أنا جيت أستلمه. أنا اتصلت على واحد من الناس وجينا النهاردة عشان نستلم الكرسي واستلمناه الحمد لله وشكرا للجميع. المفروض النهاردة إن شاء الله هنسلم 5 كراسي متحركة لخمس حالات، أحمد ويوسف وسلوى وصبرة وعلي. الحالات دي ما بين شلل الأطفال، جلطة، دمور، فإن شاء الله في ظل التعاون ما بين مؤسسة الجود وبرنامج واحد من الناس بنقدم لهم الكراسي دي، وإحنا إن شاء الله على تعاون دائم مع أي حالات يعني البرنامج يحتاج إنه يسلم لها كراسي، إن شاء الله إحنا مؤسسة الجود تقدم لهم الخدمة دي. النهارده في حلقتنا جات لي رساله على صفحتي في البرنامج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا بشوف الخير اللي انت بتعمله كتخيرك مع الناس. بنت اختي في ثالثه ثانوي اسمها شهده عمرو، بنت مولوده بعيب خلقي في الانف، محتاجه 3 عمليات، رحنا لكذا دكتور تكلفتها 750,000 جنيه، والمبلغ كبير للاسف، المبلغ مش جاهز معانا، وباباها شغال ارزوقي على باب الله، والبنت بتبقى ماشيه في الشارع والتنمر، والبنت نفسيا مش كويسه. بعد اذن حضرتك لو تقدر تساعد في الموضوع ربنا يبارك لك، وده رقمي. فالحقيقه انا رديت عليها قلت لها هيتم التواصل، دي الرساله جت لنا وتم التواصل فعليا. هي مشرفانا النهارده، اهلا وسهلا. اتعرف بسيادتك. هلا منتي انت خالتها ولا مامتها؟ لا انا مامتها. مامتها؟ ايوه حضرتك. عرفينا لابيها. دي شهده عمرو بنتي. ازيك يا شهده، نورتيني. شكرا. احكي لي ايه حكايه شهده؟ انا وجدتها كده. ف حضرتك منين اولا؟ امبارح يعني من كرداسه. من كرداسه؟ ايوه حضرتك. احكي لي ايه اللي حصل. انا ولدتها كده وعملت لها عمليه وهي عندها سنه. عملت 4 عمليات. اخر عمليه قالوا لي حضرتك مش تعملها لما يكون عندها 18 سنه، بس كل عمليه متكلفه 250,000 على 3 مرات. احنا بابا يعني ظروفك ايه؟ بتشتغلي ايه؟ باباها بيشتغل ايه؟ هو ابوها شغال في مطعم فول وطعميه. واحنا على قد حالنا والله حضرتك، بس
هي بقى زعلانه نفسها يعني زي البنات وكده بتبقى ماشيه في الشارع بيضايقوها وكده، فهي نفسها تعبانه. هي عندها كم سنه؟ عندي كم سنه يا شاهد؟ 18. دخلتي مدرسه؟ اه ثالثه ثانوي اولى كليه السنه دي. كليه ايه؟ تربيه عين شمس. في حد بيزعلك او بيضايقك؟ اه اكيد في الشارع. ماشيه مثلا بص فلانه شكلها عامل ازاي؟ فبتخطى ده بتجاهل ده. هل عملت اي عمليه جراحيه قبل كده؟ ايوه عامله 4. ماما بتهون عليك ازاي لما بتكوني جايه متضايقه من كلام ملوش لازمه سمعتيه؟ هي بتقوليش على حاجه، بس انا بشوفها لما اكون ماشيه انا وهي في الشارع الناس بتتكلم وتبص لها، فببقى متضايقه الصراحه عشانها، فبقعد لوحدي وبقعد اعيط. نفسك بقى تخرجي ايه وتشتغلي ايه؟ انا لسه بقى ادخل في مجالي يعني حياه جديده شويه شويه، بجيب مجموع تقدير يعني وبقى كويسه. بعدين تربيه اكيد مدرسه. هتدرسي ايه؟ ماده ايه؟ لغه عربيه ان شاء الله. انتوا بعتولي ليه؟ مش حاجه تساعدنا في العمليه بتاعتها وكده، نفسنا الصراحه طبعا يعني تبقى كويسه يعني وكده زي البنات وافرح بيها وكده. ده انتوا شرفتوني، ربي يخليك واكرمتوني وجبرتوا في خاطري لما بعتولي. والله العظيم نفسي تبقى زي البنات يعني، ويعني انا اتمنى اكون رديت بسرعه. ربي حضرتك رديت علينا الصراحه، هم ردوا علينا والصراحه يعني ويعني كلمونا بسرعه، والصراحه هم في منتهى الادب والاحترام. طيب انا معايا مكالمه تليفون، معايا الاستاذ الدكتور المحترم العالم الكبير الاستاذ الدكتور احمد سراج الدين حبيب، استاذ ورئيس قسم جراحه الوجه والفك والتجميل بجامعه الاسكندريه. اهلا بسيادتك يا فندم. ازيك يا دكتور عمرو؟ ازيك حضرتك؟ اولا انا عايز دايما يعني ما بتجيش فرص كتيره لانك انت اصبحت من اصحاب الايادي البيضاء في هذا البرنامج اللي بقاله اكتر من 16 سنه، والحقيقه كل اللي انت بتقوم بيه من خير ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وانا بشكرك بالنيابه عني وعن جميع الناس اللي بيشوف واحد من الناس على حجم الخير لما يكون عالم كبير زي سيادتك ويستغل علمه في خدمه الانسانيه والضعفاء والفقراء، فربنا يجعله في ميزان حسناتك. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا دكتور عمرو، والله ده كلام كبير قوي عليا، وفعلا كل ما الواحد بيقدر ان هو يساعد حد عن طريق اداره البرنامج ربنا بيكافئه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الخير اللي بيجي لي في سواء في شغلي او في اهلي او في صحتي او يعني في رضا نفسي عن نفسي، ان الواحد بيحس ان هو يعني انت عارف حضرتك ان الطب ده يعني الهدف الاول فيه ان ربنا يوفقنا كلنا فيه هو خدمه انسان، لا سيما لما يبقى الانسان ده ضعيف وليس له حول ولا قوه. فانا الشكر متبادل ان كنتوا بتقدروا توصلوني لناس محتاجه المساعده ديت فعلا وتستحقها، وان هم يبقوا راضيين عن النتائج ان شاء الله. الحمد لله. طب واحنا بقى النهارده في حاله شاهد لسيادتك، بقى ايه المفاجاه اللي انت محضرها لشاهد؟ انا عايز اقول لها ان يعني ما تقلقش، الحمد لله الموضوع يعني يبدو ان هو صعب ودقيق، ولكن يعني باتخاذ الاجراءات الطبيه ان شاء الله السليمه هنقدر ان احنا نصلح لها الانف. هي عندها نقص في الانسجه وفي العظم في نفس الوقت، فالانسجه ديت حلها ان هي نكونها بانسجه من الخد او من الجبهه، هنحركها الغضاريف ان شاء الله هنكملها. هي بس للاسف مش هينفع ان كل ده نعمله لها على مرحله واحده. أيوة. بالاضافه لان هي عندها حاجه نادره، ان هي عندها كذا اذن، يعني في جسمها الاخوه اللي بيبقوا زي شهد بيبقى عندهم عده اختلافات خلقيه، عباره عن اذن زياده بتبقى طالعه ساعات في الرقبه او في الخد، ديت هتتشال وهنستغل الغضاريف اللي هنشيلها ديت في تكوين بقيه غضاريف الانف، بالاضافه لان الفك بتاعها في ضمور في منطقه في ناحيه، فده بيحتاج ان احنا نعمل لها زرع عظم عشان نكمل الفك دوت بحيث ان هو يطول وياخد نموه
اللي بنوعد بيه شاهد ان شاء الله ان هي هتبقى في احسن صوره ممكنه مرضيه ليها، وان شاء الله المره الجايه لما اتصور مع حضرتك في الاستوديو تبقى يعني بالوجه الجديد وسعيده ومبسوطه، وتكون انت معانا كمان ان شاء الله. والدتها عايزه تكلمك تشكرك. اتفضل اتفضل. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور، والله ربنا يخليك يا رب. ايوه يا شاهد. كلمي يا شاهد. كلمي يا شاهد دكتور. ازيك يا حبيبتي؟ ان شاء الله تقومي بالف سلامه. يا رب يخليك. وانا بشكرك يا دكتور احمد جدا دكتور. والله يا ربنا يكثر من امثالك، ربنا يحفظك ويخليك دايما لكل الناس. العالم الكبير استاذ الدكتور احمد سراج الدين حبيب، استاذ رئيس قسم جراحه الوجه والفك والتجميل بجامعه اسكندريه، شكرا على تبني حاله شاهد. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. احنا كده ان شاء الله هنطمن عليها، والتكاليف العمليه كلها باذن الله ان شاء الله احنا مهتمين بيها وهنقوم بيها ان شاء الله. المبلغ كله بالكامل واحد من الناس والدكتور احمد هنقوم بيهم 750,000 جنيه، وان شاء الله تقومي تطمني على شهد بسلامة، وهيكون معاكي زميلة من فريق الإعداد لغاية ما تطلع معانا مرة تانية إن شاء الله. وزي الفل إن شاء الله. ربي يخليك يا دكتور. تأمر بأي حاجة تانية؟ ربي يخليك يا رب. بشكر مرة تانية الدكتور أحمد سراج الدين، وبشكر كل فاعل خير بيكون معانا في هذا البرنامج، يعمل معانا خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وإحنا مستمرين في علاج كل الحالات اللي بترد لبرنامج واحد من الناس، ده دورنا ودي رسالتنا. نطلع الفاصل ونواصل واحد من الناس. بيفضل عالم الجريمة والرعب من الأشياء اللي بتحقق مشاهدات كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، عالم مليء بالأسرار والمفاجآت والصدمات والألغاز، بيخلي المتلقي يعيش لحظات من الإثارة والترقب والدهشة والرغبة في معرفة حل اللغز الصعب. النهاردة معنا واحد من يعتبر صاحب أكبر محتوى رعب بعدد فولورز تخطى 8 مليون، هنعرف منه حقيقة القصص اللي بيحكيها والأسرار اللي اتكلم عنها والمشاهد المرعبة المخيفة اللي ورا كل مشهد منها حكاية مخيفة أكتر من المشهد اللي قبله. معايا النهاردة في حلقة أتصور أنها في منتهى الأهمية. أهلا بيك. أهلا روماني حبيب. عرفني نفسك. روماني حبيب، خريج تجارة عين شمس 2022، من عيلة متوسطة. جات لي الفكرة عن طريق حد من زملائي، يعني في يوم من الأيام بحكي له عن موقف، فاتفاجئت إن هو بيقول لي أنا خفت من طريقة عرضك للموقف واقتنعت بيه، يعني كان مع إن كان في جدال يعني، فلقيته خاف مني جامد. فاقترح عليا بيقول لي انت صوتك مميز وعندك طريقة إلقاء حلوة كده واقنعتني، ما تجرب تبقى كونتنت كرييتور كده ولا حاجة. فعديت الموقف، وبعدها بيومين ببعت له فويس نوت بالليل، لقيته بيفتح معايا نفس السيرة برضو. فساعتها كانت ايام الكورونا، ما كانش في دماغي بقى موضوع الكونتنت او ان انا اصلا اخش في المجال يعني. ولكن اول ما جربت عملت اول تجربه، لقيت ان اول فيديو جاب فوق 1,000,000 فيو، ولقيت الناس حبت بقى الطريقه بتاعه التقديم، وبدات ان انا اكمل في انت بتحب تشوف افلام رعب؟ للاسف لا. ولا تحب قصص الرعب؟ للاسف لا برضه. طب ليه الناس تتشد المحتوى اللي فيه الرعب؟ ممكن علشان طريقه السرد نفسها بيبقى فيها زي نوع من السسبنس العالي كده، اللي هو الناس عاوزه تعرف ايه اللي بعد كده، يعني ايه اللي انت هتقوله تاني بعد كده، او ايه اللي حصل، مع ان ممكن يكون القصه ذات نفسها اتعملت فيلم او اتعمل منها مسلسل، ولكن برضو طريقه التقديم بتختلف، هم عاوزين يشوفوا اللي بعد كده. قدرت ازاي تجذب متابعيك بحكاياتك والغازك لغايه ما وصلت لهذا عدد كبير من المتابعين؟ عن طريق ان انا بختار المواضيع بعنايه جدا، وان هي تكون حاجات ليها مصادر وليها يعني حاجات. بتجيبها منين بقى المواضيع؟ بدور عليها طبعا كتير، يعني ممكن اقعد يومين ثلاثه علشان اختار موضوع من ضمن 10 مواضيع. يعني بنسبه كام في المية اللي بتحكيه ده حصل فعلا؟ بنسبه 90%. في حد بيساعدك باختيار المحتوى ده؟ طبعا مؤخرا بقى في اكتر من شخص، لان الموضوع كان صعب على شخص واحد في الاول. ولكن قعدت 3 سنين لوحدي يعني بعمل كل حاجه لوحدي. طب خلينا نبدا مع بعض، لان انا
شفت بعض الحاجات ويهمني أنا والمشاهدين نستمع ليك. أولا قصة حكاية اللوحة اللي بتتحرك وتتكلم، إيه الحكاية؟ هي اللوحة دي اللي أنا بدأت بيها يعتبر المحتوى، لوحة زانون بتاع فالك، كنت بحطها جنبي كده أو ورايا، حاجة كانت صغيرة في الأول ولكن واحدة واحدة طبعا مع كتر المواضيع وفاجئت إن بسببها بيحصل كوابيس، يعني ساعات بتجيلي في الحلم، وشوية شوية لقيت إن في كومنتات كتير قوي إن الصورة بتغمز، الصورة بتغمض عينيها وبتفتح، مع إن أنا ما بجيش، يعني أنا حتة المونتاج دي في الحاجات دي ما فيش، فأكتر من شخص بيقول لي الصورة بتغمض، وفي فيديوهات جابت ملايين المشاهدات من ضمنها ألوفات الكومنتات إن الصورة فعلا بتغمض يعني. فلما بدأت أركز مع الموضوع يعني أنا ذات نفسي اتزاولت، يعني أنا حتى لما عملت أبجريد للسيتوب والصورة برضو فضلت محتفظ بيها، لأن دي تعتبر الووتر مارك بتاعتي اللي هو أنا هي لازم موجودة. ففي مشاكل حصلت لي بسببها بعد كده، لدرجة إن أنا في فيديوهات كتير اضطريت إن أنا أشيلها. وأفتكر في مرة من المرات يعني الصورة دي المفروض إن هي معايا في نفس الأوضة اللي أنا بصور فيها وبنام فيها، فالمفروض إن أنا بغطيها، يعني خلاص خلصت تصوير بغطيها، لأن عينيها مزعجة جدا، عينيها مزعجة وفيها زي لو تبص لها من أي مكان عينيها بتبص لك 360 يعني أي مكان. فأفتكر في اليوم ده الصورة ما غطيتهاش، فأنا يعني مش بس حلمت الكوابيس في اليوم ده، أنا في حاجة شدتني من على رجلي من السرير، يعني أنا قلت ممكن مثلا أعصابي هي، لأن أنا حاطط الموضوع في دماغي، ولكن أنا لا نزلت حبة حلوين، وأي مخضوض بصرخ بطريقة، لقيت والدي ووالدتي داخلين عليا في إيه بتاعه. فمن ساعتها بقى شلتها مبقتش أطلعها معايا، لحد ما قعدت فترة اتعافى من الموقف اللي حصل ده. وحاجات كتير بقى، مواقف كتير حصلت بسببها خلتني فعلا افكر بدل المرة الف ان انا اطلعها الفيديو الجاي ولا لا، هي يا دوبك بتبان بس وقت التصوير، عكس كده هي، لان برضو هي جزء لا يتجزأ من الديكور او من المحتوى ذات نفسه اللي بدأت بيها ومكمل معاها. تمنين دي في الاول كانت صورة مطبوعة عادي، ولكن مؤخرا لما عملت التحديث بتاع اللوكيشن كانت معمولة لي عمولة سجادة مطرزة. ايه قصة الست اللي الدكاترة قطعوا لها ايديها ورجليها بعد ما الكلب عضها؟ ده كان واحد من الفيديوهات اللي عملتها، عملت جدل برضو. هو نوع بكتيريا موجودة عادي في الكلاب والقطط، النوع ده بيبقى موجود تحت اللثة، ولكن فرصة ان هو يتنقل للبني ادم بتكون ضعيفة جدا، ممكن أقل من واحد كل مليون، ولكن لما بيصيب حد عن طريق إن الكلب مثلا أو القطة بيلحسوا مكان الجرح وينتقل البكتيريا دي للإنسان بيعمل تورمات شديدة جدا، يضطروا الدكاترة إن هم يقطعوا له جميع أطرافه ويعيش من غير إيدين ولا رجلين ولا أطراف خالص. فالموضوع عمل جدل، إن الناس بتقول لأ اللعاب بتاع القطط ما فيهوش الكلام ده، واللي بيقول لا الكلام ده ما ينفعش يحصل، ولكن هو علميا دي بكتيريا اسمها كابنيو سيتوفاجا موجوده بالفعل وبتسبب الكلام ده. فعمل جدل بقى ان الناس اللي بتربي الكلاب والقطط خافت، على الرغم ان في حالتين برضو حصل معهم نفس النظام ده وذكرتهم ساعتها بالاسامي، وحصل معهم ان هم عاشوا بقيه حياتهم من غير اطرافهم، مع ان الكلاب والقطط دي كانت معاهم بقالها سنين في البيت. في حكايه من حكاياتك اتكلمت عن العلاقه بين السحر وشهر اغسطس، كنت تقصد ايه؟ شهر تجديد الاعمال، يعني معروف عن شهر اغسطس واخد صيت كده او متعارف عليه ان هو الشهر اكثر شهر بيتجدد فيه الاعمال وبتكون اكتر فعاليه في الشهر ده، وبداوا بقى السحر بقى او الدجالين يربطوا الموضوع ده بمغاره دانيال اللي هي موجوده في المغرب. مغاره دانيال دي معروف عنها برضو ان هو مكان لتعليم السحره، يعني هو يعتبر من اخطر الاماكن اللي بيعلموا فيها السحره،
وبيفتح يوم واحد بس في السنة كلها شهر أغسطس. فاللي بيخشوا للمكان ده أعداد كبيرة، واللي بيخرجوا منه يعني يتعدوا على الصوابع، اللي بيموت جوه واللي بيتلبس وحتى اللي بيخرج ما بيخرجش زي الأول، وبيخرج يعتبر من يعني من أكفأ وأشهر الصحراء اللي موجودين في العالم يعتبر. يعني لما بيمشوا ورا الموضوع بيلاقوا ان الشهر ده بالذات معمول فيه الأعمال وبتدفن عند المقابر. فاتعرف بقى عنه وتربط ان هو علشان خاطر الشهر ده اتربط بمغارة دانيال، فهو حتى كل الناس اللي بتشتكي ان هي معمول لها عمل بتتأذي اكتر حاجة في الشهر بتاع أغسطس، في الوقت اللي بيتجدد فيه الأعمال. ولكن طبعا هو يعني ما فيش شك وما فيش خلاف ان ايا كان اللي عاوز يعمل لك عمل او عاوز يأذيك ده مش هيحصل غير بإرادة من ربنا، بس هو متعارف عليه. في حكاية تانية قلت ان الرسومات ممكن تكون مسكونة. عرضت بعض القصص اللي كانت تخص اللوح والرسومات. احكي لي. في اكتر من لوحة في اماكن مختلفة يعني حوالين العالم، اللوح دي تسببت في كوارث لأصحابها وحتى الملاك اللي خدوها بعد أصحابها، يعني حتى الملاك المتسلسلين ليها. وبيقال عنها إن هي بسبب اتعمل عليها سحر، أو إن الشخص اللي رسمها استخدم دم مثلا في الدم من هو شخصيا وكان معمول عليها سحر بغرض معين. ففي لوح لحد الآن موجودة في المتاحف ليها قصص كتيرة جدا مع الأشخاص بتوعها. وفي قصة على ما تذكر بتاع لوحة امتلكها شخص مشهور برضو أمريكي، الشخص ده حصلت له فجعة ومات بسببها. وفي لوحة تانية كانت في مثلا لوحة سيدة المطر، دي برضو لوحة رسمتها واحدة وتسببت في كوارث للناس اللي امتلكوها، وحتى هم لما جم بيسألوها انت عملت اللوحة دي ده ليه، فقالت لهم انا اصلا ما كنتش حاسة بنفسي انا برسمها، يعني هي لوحة ست واحدة ست ولكن شكلها غريب، ما تعرفش هي بصة بغضب ولا بحزن، ولا وهي ذات نفسها الرسامة مش عارفة هي رسمتها ازاي. بتقول انا كأني في حاجة اللي كانت ماسكة ايدي وخلتني اطلع الرسمة دي. وبعض اللوح يعني في تقريبا في الفيديو اللي انا عملته ده تقريبا خمس او ست لوح كان بسببهم حصلت مشاكل، فطلعت بقى الناس بتقول ان بالفعل اللوح او الرسومات ما يستحبش ان هي تتحط في البيت لان ممكن يتعمل عليها سحر، او ممكن حد يهدي لك صوره هو عامل عليها سحر او عامل عليها طلسم، والكلام ده كله بدليل برضو القصص اللي اتحكت دي كلها كانت موثقه بالتواريخ وبالاسامي، ان الناس دي بالفعل حصل معهم كذا بسبب اللوح دي، فكان ليها دليل يعني مش مجرد قصص عابره خالص. بس فطرحنا بقى فكره ان هل ممكن اللوح تبقى مسكونه ولا ده ما ينفعش يحصل. انت رايك ايه؟ انا من رايي في حاجات ممكن تتصدق وفي حاجات لا. ايه حكايه الجنيه اللي ظهرت في الجزائر؟ جنيه خنشله في الجزائر، هو في يوم من الايام في عماره موجوده في المنطقه، كل السكان صحيوا بالليل ان في واحده بتصرخ في شقه من الشقق اللي المفروض ما فيهاش حد في العماره دي. الصريخ كان شديد جدا لدرجه ان الأطفال اللي كانوا موجودين في باقي الشقق اتفزعوا، فالناس بدأت تلم بعضها وتنزل تشوف الصوت ده جاي منين، ويكتشفوا إن الصوت جاي من الشقة اللي المفروض إن هي مش ساكنة. فكلموا الشرطة طبعا، والشرطة تيجي وتتأكد إن في قفل على الشقة، الشقة مقفولة ما فيهاش حد، والموضوع بيتكرر يوم ورا التاني. فالناس طلعت تقول ده ممكن حد حاطط سبيكرز كبيرة مثلا، حاطط سماعات مضخمة للصوت ومشغل حاجة عشان يخوف الناس والكلام ده، لأن الناس بدأت تسيب الشقق بتاعتها وتمشي من المنطقة، بدأت تمشي مفيش حد بقى بيسكن يعتبر غير قليلين. الموضوع بدأ يسمى حتى في العماير المجاورة، فالشرطة اضطرت إن هي تفتح الشقة وتخش وما لقيوش أي حاجة، لا لقيوا صب ولا لقيوا أي حاجة تدل إن في حاجة تطلع صوت. ولحد الان في كلام ان الصوت لسه بيطلع من الشقه دي، بس في طبعا ناس بتطلع وتقول ان ده معمول بالقصد من الراجل الوريث للشقه، لان كان في خلافات ما بينه وبين باقي الورثه، ف
ولكن هي ليها فيديو مسجل وهي بتصرخ ومتسجل لها والناس ملمومة حوالين المكان ملوش مصدر الصريخ ملوش مصدر. عايز اعمل حاجة تجربة دلوقتي احمد، ممكن تطفيلي نور الاستوديو كله وتخلي بس النور عليه هو، وعايزك تحكي لي قصه من قصص الرعب بالطريقه اللي انت بتلقي بيها. انت بتغير صوتك على فكره، نبره صوتك لما بتحكي صوتك بخش في المود، بخش في المود. انا هحقق لك المود. اطفي لي نور الاستوديو يا احمد كله دلوقتي لو سمحت، وخليه يحكي بصوته وبطريقته قصه من قصص الرعب اللي هو بيحكيها. اتفضل. دي قصة حصلت في الكويت عن واحدة اسمها نور الطجاجة. نور الطجاجة دي زمان كانت واحدة بتحيي الأفراح وبتحيي المناسبات زيها زي الدي جي دلوقتي، ولكن طبعا زمان ما كانش فيه الجو بتاع الدي جي أو الكلام ده، فاضطروا ان هما يجيبوا نور الطجاجة بتيجي هي والفرقة بتاعتها تغني وتطبل ويزمروا والكلام ده بحيث ان هم ايه يشغلوا المعازيم يعني. ففي يوم من الايام نور الطجاجة دي كانت المفروض ان هي اجازة، كان يوم اجازة ليها هي والفرقة، واتفاجئت ان في واحدة بتكلمها بتقول لها انا فرح بنتي بكرة ولازم تيجي عشان تحيي الفرح. فهي بتقول لها ما ينفعش انا اجازة وما ينفعش اجي. طبعا بما ان نورة كانت نار على علم واي حد يتمنى ان هي تيجي تغني في الفرح فكان الاجر بتاعها عالي جدا، فما كانش فارق معاه الفلوس يعني، ولكن ساعتها في الوقت ده المبلغ اللي اتعرض عليها كان كبير جدا، وتحديدا كان في مكان في الصالحية في الكويت. المهم قالت لها انا بنتي مش هتتجوز غير لما انت تيجي تحيي الفرح، وهي شرط عليا ان انت اللي لازم تيجي. نورة كلمت الفرقة واتفقت معاهم وقالت لهم معلش ده ظرف طارئ. خدت بعضها وخدت الفرقة وراحت للبيت، ويكتشفوا ان البيت مليان زينة ومليان نور وباين عليه ان هو بيت ناس اغنياء فوق الوصف. ولكن المشكله ان نوره والفرقه اول ما دخلوا البيت يكتشفوا ان في حراره غريبه موجوده في المكان، في طاقه مش مظبوطه، حتى المعازيم لابسين لبس غريب. فالمهم دخلوا نوره هي والفرقه للاوضه اللي المفروض يغيروا فيها، وجت بقى الام العروسه بقى والستات اللي معاها وبداوا يسلموا على نوره وعلى الفرقه، وهما بيسلموا عليهم يكتشفوا ان ايد ام العروسه خشنه جدا يعني، حتى وهي بتبوسهم الوش بتاعها حجاره يعني ما مش جلد بتاع بني ادمين. المهم واحده اسمها شمس بتقول له نوره انت خدت بالك الحراره اللي فجت اول ما الناس دي دخلت ولا الجلد بتاعهم؟ نوره كانت واخده بالها وعارفه ان في حاجه غريبه، ولكن بتقول لها مفيش حاجه، لا احنا عايزين نخلص اليوم ونمشي على خير. المهم خلصوا الدنيا دي ونزلوا علشان يعملوا اول فقره ليهم، وهم بيغنوا كده ونوره بتغني والفرقه بترقص، يكتشفوا ان المعازيم فيهم طاقه غريبه يعني مهيبرين بطريقه مش طبيعيه لدرجه ان هم بيتنططوا كمان من على الارض. فالمهم شمس دي كانت اكتر واحده واخده بالها ان في حاجه غريبه بتحصل في البيت ده. فالمهم خلصوا اول فقره وراحوا علشان يريحوا، ونورة تحس ان في حاجة مش مظبوطة في البيت لدرجة ان في الفقرة التانية الاول ما نزلوا فيها يكتشفوا ان المعازيم وهي بترقص في منهم واحدة كانت بتشد بشعرها وفي خصلة طلعت بالدم بتاعها. فالمهم شمس دي كان خلاص هيغمى عليها يعني، فبدأوا يكملوا ونورة قالت لهم محدش يقف يعني كملوا زي ما انتوا. المهم هم بيرقصوا الفساتين بتاع المعازيم بتترفع والفرقه تاخد بالها ان رجول الناس رجول مش رجول بني ادمين، دي رجول معيز ورجول حيوانات. فنوره راحت بصت للفرقه وقالت لهم كملوا اوعى حد يوقف. المشكله ان شمس دي ما قدرتش تستحمل وقع تغمى عليها، فنوره قالت لهم كملوا زي ما انتوا، واول ما الاذان اذن النور راح طفى مره واحده وكل الفرقه ما تسمعش اي صوت. فنورة جمعتهم بسرعة وراحوا واخدين بعضهم وطلعوا برا البيت. فبيجروا برا البيت وهم شايلين شمس، فبيجروا مش باصين وراهم ويقابلوا راجل كبير فكروه تبع البيت، فبيقول لهم انتوا مين وجايين هنا تعملوا ايه؟ فبيقولوا له احنا جايين نحيي البيت اللي موجود ورا ده. وبمجرد ما بيبصوا ورا يلاقوا البيت مهجور
ولا في زينة ولا في أي حاجة. يقول لهم بيت مين اللي بتحيوه؟ البيت ده مهجور بقاله أكتر من 20 سنة، والناس اللي بتعدي من قدام البيت عارفين إن البيت ده بيطلع منه أصوات وإن في حاجة غريبة بتحصل فيه. وبيقال إن من اليوم ده شمس ماتت هي وكل باقي الفرقة، ونورة ذات نفسها اعتزلت الغنى تماما وخدت قرار إن هي ما تهوبش ناحية الأفراح وتبطل الشغلانة دي خالص. قصة غريبة فعلا، مؤثرة جدا. ونورة ذات نفسها يعني قالت الكلام ده معاه. سمعنا قصص زي كده عن بيوت غريبة، اللي يقول لك دخلت بيت وتعمل الدراما، أظن محاكاة للواقع كتير. شفناها مسلسلات أو حلقات منفصلة أو قصص على بعض المنصات. إيه الحكايات اللي أنت قلتها وأثرت الجدل وبعدها عمل لك مشاكل نفسية أو جسدية؟ لا، مشاكل نفسية دي بتبقى كوابيس أو بتبقى حالات مزاجية مش متظبطة بسبب الكوابيس، وده بيكون طبيعي بسبب ان العقل الباطن اتشبع بكل القصص اللي هي والجرائم والحاجات اللي هي، لان يعني طبعا لوحدي لما كنت بمنتج وبعمل كل حاجه كنت بتفرج بدل الفيديو بتفرج على 10، بدل القصه ما بعرفها بعرف 10 و20 علشان انقي افضل حاجه ان هي تتعمل. فالموضوع كان بيقلب معايا بكوابيس محترمه يعني، فبدات اتعود عليه ولكن خدت شويه وقت. فبدات ان انا انقي القصص اللي هي حصلت بالفعل، ولكن الحاجات اللي عليها جدل انا بقول للناس ان دي عليها جدل. يعني افتكر في بدايتي مثلا عملت عن النداهة وان هي بتطلع في الصعيد ازاي والاقاويل بتاعي اللي بتقال عليها يعني، فده لازم يتذكر، ده بيقال ان هي بتعمل كذا ولكن ملهوش اي اثباتات. ولكن طبعا لازم بنستعين ببعض القصص اللي حكوها مثلا ناس كبيره، او ان ده حصل معاهم او ان حصل مع جدهم او الكلام ده كله. وبالنسبه للحاجات اللي اثارت جدل، ففي فيديو افتكر عملته عن نظريه الزواحف البشريه. دي نظرية كان عالم أمريكي طلعها، بيقول إن في بعض الناس ومشاهير وليهم كمان مناصب كبيرة عايشين هنا معانا على الكوكب، ودول مش بني آدمين يعني. وأثبت كده بشوية أدلة إن دي عبارة عن كائنات تشبه الزواحف ولكن مش بشر. بالمناسبة الفيديو ده عمل ضجة كبيرة جدا لدرجة إن هو عدى 30 مليون فيو. وده ليه أساس؟ ليه، هو عامل كتاب وعامل جايب مصادر من للموضوع ده بالذات، يعني مجمع شوية مصادر حلوين، وفي فيديوهات كتيرة جدا انتشرت عن بودي جاردات مثلا، ناس ليها مناصب كبيرة في أمريكا، بعض المشاهير والمغنيين. ليه في واحد شخصية عدم ذكر اسمها عالمية وغنية وعندها حاجة كبيرة يعني من التواصل مع الناس، وبعض الناس قالوا انه مش بني ادم؟ كتير، ده مش شخص ولا اتنين، يمتلك منصه كبيره. مظبوط. صحيح. ايه الحكايه اللي بذلت مجهود كبير عشان تقدر تتاكد وتعرف تفاصيلها قبل ما تحكيها؟ في بدايتي كان كتير جدا اللي ببذل فيه مجهود، وكان ممكن الفيديو الواحد يوصل ان هو ياخد مني شغل 4-5 ايام، لان طبعا كان لازم اتحرى الدقه في المصادر بتاعته، مش مثلا اي حد منزل خبر اروح جاي واخده واقول ان ده كذا كذا. ففي حاجات كنت ممكن استعين بيها بمصادر اجنبيه، ده معظم الحاجات في الاول بي بي سي والحاجات اللي هي الاجنبيه عشان اترجمها واتاكد ان هو فعلا مصدر. حكايه عندك اللي ضربت ارقام قياسيه في المشاهده؟ في حاجات كتيره يعني، ممكن اكترهم هي نظريه الزواحف البشريه، ممكن عظمه لوح الكتف اللي بيتعمل بيها السحر، العظمه اللي هي بتبقى موجوده في العجل اللي الجزار بيكسرها دي قبل ما يرميها، نورة الطجاجة، عمارة رشدي والحاجات اللي هي المتداوله دي. لا، في فيديوهات كتير على ما اتذكر جايبه مش عمارة رشدي دي، هل ليها اساس؟ لا، ملهاش اساس. انا رحتها وزرتها زمان وصورت فيها. لا، ملهاش اساس، هي حاجه زي النداهة كده برضو، زي النداهة. في فيديوهات كتير يعني بتوسط من 15 ل. بتعرف تنام كويس ولا بتجي لك كوابيس؟ حاليا الحمد لله تأقلمت، ولكن في الاول ما كنتش بعرف انام كويس. اصحابك بيخافوا منك؟ موت. انك طيب على فكره، مع اني ماليش في الرعب اصلا في الحقيقه.
طب ليه بلاحظ ان اغلب اللي بيقدموا محتوى رعب من رجاله ليه ما فيش ستات؟ ممكن علشان بسبب ان هم يعني بيخافوا اكتر شويه. الموضوع فعلا بيقلب بشويه كوابيس كده وشويه مواقف صعبه. فممكن اللي بيخشوا المجال ده لو بيخافوا قوي اصلا مش هيقروا اصلا عنه كتير. لان هو الموضوع برضو انا على ما اتذكر برضو في موقف حصل معايا خلاني قعدت فتره كده. حصل ايه؟ كنت في يوم من الايام راجع من الاسماعيليه وكانت الساعه 3 بالليل، كان على طريق مصر اسماعيليه، وانا راجع لوحدي بالعربيه وانا اللي سايق، فانا اتزاولت بالمرايه ان كاني في حد قاعد ورا. يعني حركه بتحصل كتير، ولكن في اليوم ده انا اتزاولت ان في حد على الكنبه ورا، وده بالفعل انا 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 كنت مش لان انا جبت سيره الموضوع، طالما انا فتحت لدماغي ان هي تفكر في الموضوع انا مش ههدى. فكان قدامي حل من الاثنين، يا اما انور النور كله بتاع الصالون، يا اما اقلب المرايه خالص عشان ما ابصش فيها. وبالفعل ده اللي عملته، رحت عامل الاثنين، نورت النور ورحت رافع المرايه. فانا عديت الكارته والدنيا تمام، وبدات الانوار ان هي تنور بقى على الطريق شويه. فخدت الباقي من الراجل بتاع من العسكري وحطيته هو الكارته فوق فين؟ في الشماسه، مكان المعتاد اللي بنحط فيه اي حاجه يعني. فانا متزاول برضو لمده 5 دقائق وانا ماشي وحاسس ان انا مش متظبط. فمره واحده كده رحت قلت لنفسي هيحصل ايه يعني؟ ايه يعني ابقى جن يعني ولا عفريت قاعد ورايا؟ ورحت مرجع الكرسي وسايق كده والدنيا تمام. ومجرد ما بطفي النور من هنا الفلوس والحاجات اللي انا حطيتها فوق الاقيها وقعت عليا. اتخضيت خضه من اكتر الخضات اللي اتخضيتها في حياتي، لدرجه ان انا حودت بالعربيه بطريقه يعني دي وقعت في الجمله اللي انا بقول فيها هيكون في جن ولا عفريت يعني قاعد ورايا. قعدت تقريبا بتاع 10 دقايق على ما تملكت ان ده موقف عادي. تفتكر اللي ظهر لك ده كان جن ولا كان انا إيه؟ اتزاولت بكذا حاجه في كذا مره في المرايه، ولكن ما فيش حاجه. وكنت ببص ورايا، يعني مش مجرد ببص في المرايه، لا انا من كتر ما دماغي مترجمه انا كنت ببص ورايا في على الكنب. هو اليوم ده كان من اسوأ برضو الايام اللي انا عديت بيها. ايه اكتر حاجه بترعبك انت شخصيا؟ حاجه ايه؟ قصص يعني ولا بشكل عام؟ المرتفعات. بس بتخاف من المرتفعات؟ موت. قبل ما اسيبك عايز اسالك، انت بتحلم بايه بقى؟ مشروعاتك اللي جايه ايه؟ تكسب كويس؟ الحمد لله، بس مش كويس لان ده سنسيتيف كونتنت برضو. فالالف مشاهده فيه على اليوتيوب مش زي الالف مشاهده بتاع المحتويات الترفيهيه او الكلام ده. لان انا بجيب سيره قتل وذبح ودم ورعب، وده طبعا غير محبب تماما لجميع المنصات يعني. فبواجه شويه من المشاكل، ولكن الحمد لله بعمل ابجريد الفتره دي ان هي تبقى من اكبر المنصات اللي هي بتقدم الكونتنت ده. قبل ما اسيبك بقى مره تانية عايزك بصوتك الرخيم القوي اكنك في المنصه بتاعتك في الضلمه تشيل النور تاني عشان نختم الفقره دي في الضلمه، بما ان هو منصته اسمها في الضلمه. احكي لنا في 3 دقائق قصه رعب قويه جدا نختم بيها الناس. بشكركم جدا، اسيبكم مع اجمد قصه رعب. اطفي النور كله بقى. هي جريمة أكتر ما هي رعب، ولكن عاملة رعب لحد الآن وملهوش تفسير، وهو اللي حصل في بني مزار 2005 اللي لقبت بمجزرة بني مزار. في اليوم ده تحديدا كان في واحد اسمه أحمد رجع البيت بتاعه وبيتفاجئ إن والدته مش زي كل يوم سايبة الباب مفتوح أو مدياله فرصة إن هو يخش يعني. فاتصرف ودخل البيت ويتفاجئ بان والدته ووالده متخلص عليهم بطريقه بشعه في البيت ومتاخدين اعضاء معينه منهم. طبعا الناس اتلمت واتفاجعت ويكتشفوا ان في 10 اشخاص كاملين من بيوت مختلفه حصل معاهم نفس الموضوع ده، والمده اللي حصل كده فيها كانت صغيرة جدا لدرجة ان هم شكوا ان في عصابة كبيرة هي اللي دخلت خلصت على الناس دي في نفس الوقت، ولكن مفيش اي حاجة تبين مين اللي عمل كده.
طبعا الشرطه جت والاسعاف جت، والحاجه اللي كانت رعبه الناس اكتر ان كان في بعض الحمام كان مقطوع رقبته ومرمي جنب الجثث، كان معظم الجثث متاخد منها اعضائها التناسليه وبعض الاعضاء. اللي خلى الناس تترعب بقى مش كل اللي حصل ده، اللي خلى الدكاتره ذات نفسهم يترعبوا ان علشان اصلا دي لو كانت عصابه من اللي هي بتبيع الاعضاء لازم يكون معاهم ادوات تحافظ على الاعضاء دي، لان هي بمجرد ما هتطلع من الجسم بدقايق هتتلف. ولكن كل حاجه ما كانش لها تفسير لحد ما القضيه دي اللي لبسها شخص كله كان بيقول ان هو اللي عمل كده. الحكومه بالفعل قبضت عليه وجابته ان هو يمثل الجريمه وخلاص، يعني الناس كلها عرفت ان الشخص ده هو اللي عمل كده. ولكن مع التحريات وان هم يدققوا في الموضوع اكتر اكتشفوا ان ما ينفعش اصلا شخص هو اللي يعمل كده. في بعض من الناس قالت ان في عربيه من تبع لوزاره الصحه دخلت للمكان ده، ففكروا ان ممكن العصابه هي اللي جت تجس النبض علشان تشوف هتعمل كده ازاي. ولكن لما تواصلوا مع وزاره الصحه والمكان المسؤول عن المنطقه يعني الطب، فقالوا لهم احنا ما بعتناش عربيات ولا في اي حد تبعنا جه. بعض الناس طلعت وقالت ان اللي عمل كده كان بسبب طقوس سحريه، ولكن العشر اشخاص ما فيش اي حاجه تجمعهم يعتبر ما بينهم وبين بعض، بيوت مختلفه والبيوت كلها يعني ما حدش عمل صوت وقت ما هو بيتذبح ولا وقت ما هو بيتاخد منه اعضاء ولا هو بيموت. فازاي ده حصل في نفس الوقت وازاي ده تم اصلا من غير ما حد يحس؟ فالناس كانت خايفه ان هي تنام في بيوتها من اليوم ده. في اللي طلع وقال ان ده تبع الموساد وان هم بعتوا ناس علشان ياخدوا الاعضاء من الناس دي. ولكن اشمعنى الناس دول ولا ايه اللي حصل بالظبط في اليوم ده محدش عارف. ولحد النهارده تعتبر قضيه بني مزار حصل في 2005 لغز مخوف جميع الناس حتى اللي ساكنين في المنطقه لحد دلوقتي. روماني نورتني وشرفتني وانا سعيد جدا بوجودك معايا في حضرتك. ربنا يحفظك يا دكتور بجد، واتمنى دايما ان انا اتابع فيديوهاتك واشوف اخبارك وشغلك. انت موهوب واتصور انك انت هتمتعنا دايما باخبار وموضوعات جميله ان شاء الله. تشرف لي. شرفت. شكرا لحضرتك. اسبوع على خير.